هلو، اليوم الفيلم اللي رح نحكي عنه هو فيلم من إنتاج سنة 2015 بعنوان فوكس. فوكس فيلم كوميديا سوداء رح يضحككن كتير، مليء بالمواقف الطريفة والحركات المثيرة للإعجاب. الفيلم بيحكي عن قصة حرامي بيتعرف على حرامية تانية بس مبتدئة. هالمرة رح يحاول ياخدها معه على العصابة اللي هو مؤسسها لحتى تساعدن بشغلن ولحتى ينفذوا مجموعة سرقات متتالية، لكن القدر بيتدخل بهيدي اللحظة وبيوقع الحب بيناتن. فجأة هيدا الحرامي رح يتخلى عن هيدي البنت ورح يتركها بدون تبريرات، بدون أسباب وبدون أعذار، ليجمعهم القدر من جديد بعد 3 سنين بحكاية تانية. فوكس يعني تركيز، يعني لا تفقد التركيز، يعني ركز انت وعم تسرق، انت وعم تنهب الناس، انت وعم تاخد أموالهم وممتلكاتهم. هيدا الفيلم رح يحببكم باللصوص، رح يخليكم أقرب إلى مفهوم السرقة، ورح يساعدكم تفهموا انه المقامرة مش عطول تطلع خسرانة، لا، فيك تقامر بذكاء وتطلع ربحان. يعني بصراحة ما بعرف مين اللي أنتج هيدا الفيلم، لكن واضح انه برعاية لاس فيغاس. هلأ ليك، الأبطال قوية، يعني الفيلم بتحضره تمثيل احترافي جداً. ويل سميث يعني ما فينا نحكي شيء، لكن شو الهدف؟ يعني بتفكر اوقات انه شو اللي لازم انا افهمه، انه لازم السرقه انه اوكي، يعني بخليك تتعاطف مع اللصوص والحراميه. الفيلم يقف الى جانب اللصوص. اخطر مشهد بالفيلم المشهد اللي بيكون فيه المقامره، مشهد المقامره مشهد كتير خطير، لأنه المشهد بحد ذاته بخليك بشجع على المقامرة، يعني بخليك أنه تروح بالمقامرة للأخير مهما كانت الخسائر كبيرة، وبالأخير رح تكسب. يعني عم يزرع باللاوعي للإنسان أنه لو كانت المقامرة ببدايتها مخيفة، أو لو الكل شك بعدم قدرتك على الفوز بهيدي المقامرة، لكن كمل وكفي، بالأخير رح تطلع كسبان. في مشهد بالفيلم هو المشهد اللامعقول، هذا المشهد رح يصادفكن بالنصف الأخير من الفيلم، مشهد إطلاق الرصاص. ما رح كفي كتير لحتى ما أحرق لكم الفيلم، لكن مشهد لا يقبل عقل ولا منطق ولا أي سيناريو. ما بعرف أصلا كيف صناع الفيلم وافقوا على صناعة مشهد أو إدخال هيدي المشهد ضمن الحبكة القصصية المتينة للفيلم، لكن على كل الأحوال مش أول مشهد رح يكون غريب عليكم بتشوفوه بسينما هوليوود، اللي يعني تكاد تشبه ببعض اللقطات سينما بوليوود. الفيلم تقييمه 6.6 من 10 على موقع IMDb، وعلى موقع روتين توميتوز حاز على رضا 56% من النقاد. نو تارجت بالفيلم، إذا بدنا نحكي بالقيم الإنسانية، ما في هدف، ما في شيء بدنا نتعلمه أو عبرة بدنا ناخدها، لكن في شيء لطيف مهضوم، قصة ذكية، شوية حرامية ولصوص عم نتابع مغامراتهم وكيف بيقدروا يخلصوا راسهم عطول ويطلعوا بالسرقة والغنائم ويوزعوها بين بعض. في بعض اللقطات الحميمة بالفيلم، لكن ما في لقطات فاضحة إذا صح التعبير. إذا بدك تمشي مع أصحاب نظرية المؤامرة، الفيلم خراب، يعني قلب لمفهوم القيم ودفاع عن الظالم باتجاه المظلوم. حرامي، يعني عرفت انه انت جاي عم بتروج لحرامي وتجمل صورة اللص بوجه المشاهد، فهمت؟ هيدي الصورة اصلا نحن عم نشوفها كتير بافلام، صارت كتير بالفترة الاخيرة، اللي هي تجميل صورة المجرمين والقتلة والسفاحين وحتى الاشرار، حتى الأساطير، يعني الأبطال الأساطير المتوحشين عم بتم تجميلهم وتصويرهم بالأفلام على أنهم أشخاص عاديين مثلنا، بحسوا بحبوا وبيكرهوا وبيعيشوا حياتهم وبحسسوك أنه لازم تتعاطف معهم، فيما هني عايشين بالأساس على سرقة الآخرين وسعادة غيرهم. على العموم
بعيدا عن هيدا الأخذ والرد حول مفهوم الفيلم أو مفهوم القيم اللي عم بيحاول الفيلم يروج له، الوقت اللي قضيناه بهيدا الفيلم هو وقت ممتع، ساعة وأربعة وأربعين دقيقة رح يكونوا ممتعين لإلكم، رح تفوتوا من قصة لقصة ومن مغامرة لمغامرة ومن سرقة لسرقة، رح تشوفوا لقطات جدا مريحة رح تستمتعوا فيه، ورح تنتهوا بلقطات شوي محيرة تحسوا حالكم ببعض الأحيان بفيلم هندي مش بفيلم من صناعة هوليوود، لكن على كل الأحوال رح تضمنوا وقت جيد للمشاهدة. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.